بالبومب يا ومتى تشتغل؟ تشتغل إذا جاء مطر ولا إذا جاء غبار، تنظف العدسة زي كذا. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله، اختراع ممتاز وراح أتبناه وأنشره لك في جميع أنحاء العالم. شكرا 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 شكرا. اللي بعده. مساء الخير. مساء النور. كلمنا عن اختراعك. أنا اخترعت تطبيق الأجهزة الذكية. هذا التطبيق يعمل على الأشعة تحت الحمراء، وتم تطوير التطبيق لكي تستطيع الكاميرا اكتشاف الجن. اكتشاف إيش؟ اكتشاف الجن. مو بصاحي ذا. يا جعلك الجن اللي يركبك براسك. قم اطلع برا قم. طيب شوفوا. سمعت إيش قال؟ اطلع برا. يلا. So, Mr. Faris, did you offer your app to anybody else? Yes, I did. And what did they offer you? Oh, unfortunately, they kicked me out. Really? What was the reason, Mr. Faris? I don't know. They thought I'm psycho. So, guys, what do you think? I think we should take more time. I think we should take it now. Yes, he's right. We should take it now before any of our competitors take it from him. And I'm sure that he will accept any price we offer. Okay, let's do it. Mr. Faris, we will take your application. Plus, we will register it under your name. Really? Thank you. But I have one condition. Excuse me, Mr. Faris. What is it? It should be launched exclusively in Saudi Arabia. And for free for 1 year. Okay, we accept. Great! ننتقل إلى الجديد في عالم التكنولوجيا. سوف ينطلق حصرياً تطبيق على الهواتف الذكية. يتيح لمستخدميه اكتشاف أماكن تواجد الجن عن طريق استخدام الكاميرا. عليك جن يقول لك أنت اللي تخوفهم يا هوتا ترسي عينار خليني أتفرج الأخبار. حيث يمكن استخدامه بعد غروب الشمس ابتداء من يوم غد. مرمطة كل يوم مرمطة يا مرمط مرمطنا. شوف 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 الرابع رشيد. شوف الرابع بدير 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 هلا 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 اتحداك يا ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار لي يا ابو ثلاثة يا عيال من حمل تطبيق الجن الجديد كيف؟ يا ابوي الله يفكنا منه ولا تقول لي جن يا خواف خلي الناس تجربه بعدين نحمله اركد فديتك انت وياه زلايب العب شوف شوف الحين وقف يا حمود وقف ما له داعي حركات ذي حملت البرنامج حق الجن يا عيال عرفناكم لا تصير خمه انت وياه نبي نكتشف الجن مع بعض اوكي لا تهايط اهدى يا عامر اهدى انت تكفى ما نبغى الجن وذا الحق والله اخاف يا عيال يا عيال اهدوا اهدوا ما لا بلايستيشن احسن يا ورع اركض فديتك ها لا تقعد تهايط تعال تعال خلينا نشوف هنا يمكن في شيء ما في شيء يمشي 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 ايه يا اخي وخر لا تتمسك فيني كذا اهدى عيال ياهو
ورع انت ورع. في شيء اختراع اسمه السلام عليكم احم احم. ما عندكم؟ عندنا عندنا تطبيق الجن حملناه، تعال خلينا نشوف. مع السلامه. تعال معنا. امش لا تخاف انت وياها. انت وش عندك هنا ها؟ تكلمني؟ لا اكلم امي. ايش عندك؟ انا لي سنتين ساكن هنا. اما عاد سنتين وما قطيت، اطلع برا استراحتنا ورع، اطلع. اما عاد طلعوا الجن زلايب. خير خير، وش عندكم هنا مجتمعين؟ الشيخ ابو فهد اشهر واحد هنا يمسك الجن، لا بس 200 ريال وتطلع من عنده مثل الاسد. اتحداك يا الاسد، الحين اكشف لك علومه. تعال تعال. وين 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 سايق؟ وين وكاله من الله؟ انا مسحور. أنا ما تفهم، انا مسحور. انا مسحور. يا شيخ قلبي احس ان في رجال يمشي. وين الجن يا رجال؟ سلامات سلامات سلامات. ما تشوف شر. وش عندك؟ وش عندك نية؟ وش اللي وش عندك؟ نعم وش عندك نية؟ معك البحث الجنائي. اجلس الجنائي؟ ايه اجلس. خلاص اجلس. ابشر طال. نبي نفحص الرجال. ما في كل العافية. اقول ما في كل العافية. قم. ما في شيء. ما في شيء، توكل على الله، بيتك بيتك. يلا خلنا نفحصك انت بعد. راح 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 ما في كل العافية. خلنا نشوف انت يا شيخ، يمكن فيك بلا منا ولا منا. اوف جني وزول بعد. ما عليك يا شيخ، لا تخاف لا تخاف. اعطني العصا. ادافع على بلا انقلع. يا زين عذبتني بعيونك قتلتني، حسبي عليك حسبي. يا كفت انت الجمال، انت الدلال الدلال، حسبي عليك حسبي. يا زين عذبتني بعيونك قتلتني، حسبي عليك حسبي. مساء الخير والإحساس والطيبة. مساء النور. هلا مساء النور. تفضلوا تقهوا معنا. أتحداك القهوة، بس أول شيء خلنا نشيك على الوضع. لا تصورني، خل عنك الخرابيط وتعال اجلس تقف معنا. اوف 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 اوف. ماما ماما ايش تبي؟ تعالي تعالي شوف. يمه وش هذا؟ جن. بسم الله الرحمن الرحيم. خذي عيالس واطلعي من بيتنا. جالسه جنب ابوي اللي ما تستحين على وجهك، وهذه بنت استلعب في راسه. ملاهي ابوي ملاهي. يلا انقلعي برا. يلا برا. انا لا امي. ايه انت تعالي تعالي رجع البياله حقتنا. درزم 25 ريال حسبينا رخيصه ذي. يلا انت مو قاعدين تربع صوتك عليها قليل الحياه. علمني. لا يبا لا تفهم غلط، يبا كانت جنيه جالسه جنبك. وهذا تطبيق جديد توه نازل وبيجربونه في السعودية، يبين لك الجن، وأنا بنفض أم الجن اللي في بيتنا وفي الرياض. إيش ده يا أبويا؟ إيش الجن ما يروح بقايل اللي شكلهم ما يقبل. العلي أبو فحم هي هذا ولا هي؟ هذا أرخص؟ أخذ لهم ده يا أبويا. وين فلسين الجن دول؟ ولا أي واحد في البقالة. Heh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 
الو قبل امس يا استاذ سود. عامر 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 تكفى ابيك تشوف اذا في شيء بغرفتي يعني جدي ولا جنيه. ورس خوافه انت ورس خوافه. روحي نايمي روحي. لا ما ابي الله يخليك تعال اكشف. طيب البرنامج موجود حملي وخلاص. لا 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 يكفين عندك الله يخليك تعال تكفى. اجل بخمسين ريال الكشف. خمسين ريال النصاب احمد ربس ولا اروح الغرفه. لا خلاص خلاص اوكي خمسين ريال بس تكفى يلا روح. وبنكاجي بعد؟ تبين تطلعين موزة؟ والله والله لو تروحين بيروت ويحفرون في وجهك تحفير ما تطلعين موزة يا المقشع. اطلعي برا يلا. كلمني. ايه انتي. يا حليلة عامر تكفى الله يخليك شيت على الحمام. أبشري بعزس بس بخمسين ريال. هذا كله بعدين تقول لي خمسين ريال؟ أوكي خلاص خلاص أوكي خمسين ريال بشيك. ما شاء الله تبارك الله وجالس على الفرنجة حق اختي اللي ما تستحي على وجهك. اطلع برا يلا انقلع يلا اطلع برا انقلع انقلع. خذ راحتك يا الحبيب. ابد خذ راحتك. نام بقى رئيس. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني. خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب. اقسم بالله يا عيال ذا البرنامج قوي صرت اكتشف كل الجن اللي في البيت. لا ومستغلين اكبر استغلال كمان. عفا عليك امس هجولتهم في البيت نفضتهم تنفيض ما في مكان الا طلعتهم منه في الغرفه في الحمام في الصاله في السطح كل مكان. عفا عليك يجي. الزبده عيال وش رايكم نسوي هاشتاج في تويتر ونكتب اطردوا الجن من السعوديه. فكره حلوه. تدرون اجل بهاشتاجهم الحين. اركت فديتك. بعد ما تغيب الشمس نطردهم. قفطك ايش قاعد تسوي هنا ها؟ ايش قاعد تسوي ها؟ ايش قاعد تسوي هنا ها؟
وينكم؟ واحد واحد يطلعكم. حلوين. حلوين. فوق السحب هناك شوفوني خبر عاجل، لقد علمنا أن جميع الجن قد هاجروا من مدينة الرياض، وذلك بعد اكتشافهم لتطبيق الهاتف، وفي حال جد جديد سنعلمكم به. تفضل. أنا شيخ شمل الجن بالسعودية وطالبك تلغي البرنامج. يا أخي خلينا نعيش. موضوع طلع من يدي، صار البرنامج ملك للشركة في أمريكا. أوكي، مشكور مشكور. Please wait a second. Can you please turn on our new device? Of course. Okay. The Lord of Demons of Saudi Arabia asked me for help to convince you to block the application from their country. We're really sorry. We cannot do anything about it. We forced to launch this application on your country. But I have an idea. We can launch a bug which can terminate it. That will be really helpful. But we have one condition. I'm listening. العب عطى اتحداك يا شيخ. يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة اتحداك تفوز يا ورح. ها قبل سنتين وقفتك على التعادل. اركد فديتك قبل سنتين وحدك تعادل. يا شباب تطبيق الجن ما قام يشتغل عندي. حدث يمكن النت معلق ولا شيء. روح عطى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو تلف بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. وين راحوا العيال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا شباب